السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم التمرين راح يكون عن الدفاع الثاني، حركة المونتو المكي صد الثاني في لعبة التايكوندو، حركة الدفاع الوسط في لعبة التايكوندو. التمرين جدا مهم للمبتدئين وجدا مهم للمتقدمين. اللي عنده اهتمام في حركات الأساسية، كيف صار تحديث عليها، كيف صار ينفذها في البومسة بالطريقة الصحيحة، يتابع معي الفيديو للأخير. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس وشيروا الفيديو لحتى تنتشر القناة بشكل أوسع. الفيديو السابق عملت الدفاع الأول الأريمكي، راح أحط لكم علامة الآي بالفيديو السابق، حركة الأريمكي الدفاع السفلي اللي ما تابع الفيديو. فيديو اليوم راح يكون عند المونتون مكي دفاع الوسط. المونتون مكي هاي بتكون من الجنب، دفاع الوسط أجهزها من الجنب، إيدي ممدودة هاي اجي اسحبها على الحزام، ايدي اللي جنب هاي اصوت فيها لازم تكون جوا جسمي، ايدي تكون جوا الجسم على مستوى الدقن، ما بكون برا على مستوى الكتف، هيك غلط، لازم ادخلها لجوا شوي بشكل مائل، كوع ايدي للاسفل. تمام، طيب اسحب ايدي اللي مديتها اليسار، اصد بايدي اليمين، اسحب اليسار اصد اليمين. راح نكرر التمرين هذا 10 مرات، 10 مرات مجزأ، 1 2 ارجع اعيد، اسحب اصد، نعيد التمرين 10 مرات لحتى نتمكن من الحركة صح. خلص 10 طرف اليمين، نعمل 10 طرف اليسار. جهزت ايدي هاي، حطيت ايدي على الجنب، لفت القبضة بشكل خارجي للخارج، أصد أسحب أصد أسحب أصد. التمرين هذا مهم جدا للمبتدئين لحتى يتأسسوا بالحركات الأساسية بالشكل الصحيح. كرر 10 مرات يسار، 10 مرات يمين. هلا نفس الحركة بدي اعملها مع بعض، ما بدي اسحب واجزئ، لا بدي اعملها حركة واحدة. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ايدي الثانية، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خلصت 10 يسار 10 يمين. نكرر التمرين هذا 3 جولات لكل ايد، يعني يصير 30 يسار 30 يمين. لما نخلص الحركه هي بنصير نعملها على الجنب. تمام، انا واقف هون الف على الجنب اضرب، 1 ارجع، 2 3 4 لحتى اخذها بالطريقه الجانبيه صح. خلص 10 مرات، بعدين الطرف الثاني اجهز ايدي الف اصد، اجهز ايدي الف اصد، اجهز ايدي اصد. تمام، التمرين هذا جدا جدا مهم ومفيد لاعبين تايكوندو المبتدئين والمتقدمين. صار في تحديثات لانه على الحركات، على الدفاعات ومخرج الحركه ومكان، كيف بدك تصد، كيف تجمع الحركه، كيف تصدها، صار في كثير تحديثات على البومسه. اللي بيهمه التحديثات المهتم في البومسه يتابعني
واكتب لي بالتعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس، شيروا الفيديو حتى توصل القناة لأكبر عدد من الناس. وانتظروني بالفيديو الجديد، رح يكون عن الدفاع العلوي. السلام عليكم.